السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، حياكم الله، وأسأل الله عز وجل لكم يوما عامرا بطاعته موفقين فيه للعمل الصالح الذي يحب الله جل وعلا منا ويرضى. يوم جديد في هذه الحياة نحمد الله عز وجل أن وهبنا إياه. النهاردة أول يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة، دعواتكم لكل الطلبة والطالبات إن ربنا يوفقهم إن شاء الله ويفتح عليهم في الامتحانات، دعواتكم ما تنسوهمش من الدعاء. نبدأ حلقتنا معاكم لغاية ما جينا اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام الموضحة أمامكم على الشاشة. كانت معانا دلالة التأويل بالتشبيه، وقلنا لحضراتكم يعني إيه لغة ويعني إيه اصطلاح، وقلنا اللغة إن كما فسره أو المعنى كما فسره أهل اللغة العربية، والاصطلاح الذي فسره أو أعطاه المعنى أو المدلول أهل الاصطلاح نفسهم أو أهل العلم هذا، زي الفقه إيه هو لغة وإيه هو اصطلاحا، زي علم التجويد إيه هو لغة وإيه هو اصطلاحا، وأيضا علم التعبير إيه هو لغة وإيه هو اصطلاحا، وأيضا دلالة التشبيه والتمثيل إيه هي لغة وقلناها، أما اصطلاحا وصف الشيء بما يقاربه ويشاكله. قلنا لحضراتكم ممكن رمز ما كانش موجود عند العلماء في الكتب القديمة اللي احنا بنستند عليها، أو كتب التعبير في كتب الصحاح لأهل العلم. فهنا احنا بنعمل ايه؟ طيب عندي الدش شيء مستحدث أو شيء جديد ما لم يرد في كتب أهل العلم عنه تعبير، طيب التلفزيون، طيب كتير من الأشياء، الساعة، كتير من الأشياء دي ما كانتش موجودة أو لم ترد في كتب أهل العلم، نعمل إيه؟ يبقى الدلالة اللي عندنا الأكثر شيوع هي الأخذ بالقياس أو الاستدلال أو الاستنباط بأخذ المعنى أو بمعرفة المعنى والفائدة للشيء. يعني الرمز جه التلفزيون، فأنا ببص الفائدة للتلفزيون إيه؟ أولا إن أنا بأخذ منه علم، إن أنا بتعلم من خلاله، إن أنا بيبقى عندي أفق واسع وثقافة عالية وانفتاح على العالم الخارجي، أيضا بيبلغني بعض الأخبار عن العالم كله، يبقى هنا أخبار إن شاء الله هنشوفها طيبة. أيضا لو أنا شفت نفسي في التلفزيون يبقى ده دلالة أخرى لها تعبير آخر، ألا وهي ربما بلوغي إلى الشاشات الفضائية فعلا، إن كنت أنا من أهل هذا الارتقاء أو الوصول إلى الشاشات الفضائية. طب أنا ماليش علاقة بيها ولكن شفت نفسي أو أهلي في التلفزيون وأنا قاعدة بشوفهم، فدي دلالة أن هناك أمر يخصك أنت من جهة الأهل يأتيكي في أخبار، والله أعلى وأعلم. إذن دلالة التشبيه أو دلالة التمثيل أو الاستنباط أو الاستدلال الأخذ بالشيء أو بمعنى الشيء بما يشابهه أو يشاكله. معنا أول اتصال، سلام عليكم. أهلا يا أمنية. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. كان في حلم كنت عايزة أعرف تفسيره من حضرتك. اتفضلي. أنا كنت حلمت إن أنا زي ما أكون قاعدة على سفرة أكل، وزي ما يكون في حد جنبي، صاحبتي او بنت اخويا مش فاكره مين بالظبط، ما كانتش باينه يعني في الحلم، وعلى اول السفره زي ما تكون يا ماما برضو يا مرات اخويا، وتقريبا مرات اخويا الكبير، وبعدين واحنا قاعدين زي ما يكون دخل عراف كده او راجل عجوز، زي داخل ايه يعني الناس اللي هي العرافه اللي بتشوف الكف وكده، وبعدين داخل بيشوف لحد من اللي يعني من اللي قاعدين بيشوف لهم البخت وكده والكلام ده، وبعدين راح بص لي وانا وهو ماشي وضحك وقال لي انت كمان ربنا هيكرمك. فبصيت له قلت له انا، قال لي اه انت كمان ربنا هيكرمك، وابتسم كده وانا فرحت يعني بكلمته يعني اتفائلت بيها. بس وانتهى الحلم على كده. طيب اخبارك ايه في الصلوات يا امنيه؟ لا مقطعه خالص. طيب عايز اسالك سؤال تاني، انت فعلا من اللي بيشوفوا النجوم والفلك وبيهتموا بامور قراءه الفنجان الى اخره والكف والكلام ده؟ انا بحب اقرا الابراج قوي. تمام. طيب يا امنيه، عزباء ولا متزوجه؟ لا انيسه. انيسه. طيب شكرا يا امنيه. في رؤيه تانية؟ اه ماما عايزه تقول لحضرتك على حاجه. اهلا وسهلا بيها، اتفضلي. الحمد لله، اتفضلي يا حاجه، اتفضلي. مرات ابني الكبير. حضرتك الصوت بس. حاضر. لحظة. مرات ابني الكبير. سامعاني سيادتك؟ مرات ابني الكبير حلمت ان هي زي ما يكون في حتة زي فيها شلالات.
وشافت السيدة نفيسة. وبعدين وهي قاعدة فهي قالوا في جبل فوق في شلالات مية. فهي عقبال ما طلعت له لقت المية بتقل، فهي قالت ايه ده بقى انا بعد ما طلعت المكانة دي كلها مش هلاقي مية، لا ده انا لازم هطلع. فطلعت فضلت تطلع لحد ما طلعت للمكان اللي هي عايزاه، فلقت المية نزلت بغزارة عليها. فبقت على قولة الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ان انا طلعت. ما شاء الله البنت ما شاء الله مرات ابنك، يعني تحسبيها على خير طيبة كده وبتبرك وبتبر الناس اللي حواليها. والله ما شاء الله تبارك الرحمن. هي في مشكلة عندها في الانجاب؟ لا دي ما هي معاها 4 بنات ومعاها بنت عندها 5 سنين عندها نوكيميا في الدم. ربنا يا رب يرفع عنها ان شاء الله يا رب العالمين. وصبرة هي وابني وبيقولوا الحمد لله ده قضاء من ربنا. نعم. والحمد لله. نعم. على كل شيء. نعم ما شاء الله. معاها 4 بنات يا دكتور. ما شاء الله ربنا يبارك لها فيهم يا رب العالمين. شكرا لحضرتك، في اي رؤية تانية؟ شكرا يا حبيبتي، ربنا يجزيك الخير واياكم يا رب العالمين. شكرا لحضرتك ونورتونا واهلا باتصالكم. اول حاجة يا امنية، بس انا عايزين كده ان يعني نوضح حاجة مع بعض. ايه يعني احسابك ان شاء الله بنوتة فيكي خير يعني صاحبة خير ان شاء الله، وعندك فطرة سليمة وطيبة ان شاء الله، لكن الاستطلاع لامر الابراج ده امر يخالف العقيدة او امر يفسد العقيدة عندنا، تمام؟ فاحنا عايزين ما نقربش الامر ده. سبحان الله، انت رزقتي في الرؤية في موضوع جلوسك على السفرة، وده مصداق النبي صلى الله عليه وسلم، دي وليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولموا ولو بشات، يعني دلالة زواج. طيب هكمل معاك يا أمنية بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا يا زينب. أهلا بحضرتك. تفضلي. صديق أخويا شاف الرؤية دي لأخويا. يعني شاف إن أخويا بيقول له هو الحمد لله ربنا فتح لنا باب الدعوة في مكة. ما شاء الله. بس كده. ما شاء الله. اخوكي بيعملوا في الدعوة على فكرة. ايه؟ يعني هما الاثنين بيعملوا في الدعوة. بيعملوا في الدعوة. ما شاء الله. طب هما منتويين ان شاء الله ان هما يسافروا الى مكة باذن الله؟ يعني هما ممكن كعمرة او حاجة، لكن ما فيش في الخطة حاجة زي كده دلوقتي. طيب. الحمد لله ان الله فتح لنا باب الدعوة في مكة. فتح لنا باب الدعوة في مكة. طيب خيرا ان شاء الله يا زينب. في رؤية تانية؟ كنت عندي استفسار بشأن الرؤية اللي قلتها لحضرتك. فتن. بخصوص ان انا شفت ان بقرأ سورة النور وتاني سطر بس مش موجود في المصحف. نعم. حضرتك قلتي لي اقرأي في التفسير، انا قرأت التفسير وقرأت السورة مرة تانية بس ما اهتدتش. قد افلح بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم محافظون. لا حضرتك سورة النور. سورة النون. النور. اعتذر انا قلت المؤمنون. طيب هاتي اول سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني. السطر اللي فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ده ما لقيتوش في المصحف. دي الآية اللي حضرتك ما لقيتيهاش في المصحف. طيب يا أختي زينب، حاضر. جزاك الله خير. جزانا وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معانا اتصال جديد. السلام عليكم. أهلا يا أم أمنية. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أنا معايا 3 رؤيات. اتفضلي يا أم أمنية. معلش هطول على حضرتك. تنورينا، اتفضلي. الله يخليك. معايا بنتي كانت مخطوبة 1.5 سنة الخطيبة الأولاني، وبعد كده ما حضرش نصيب، وبعد كده المهم شافت رؤية بعد الأولاني دوت إن في 2 هيتقدموا لها. ماشي. فالمهم ما حصلش نصيب برضه في الـ2. فجاء واحد تاني فجأة كده واتكتب الكتاب وتم الزفاف، وهي خايفه من الرؤيه ازاي، وتقول الاثنين كان في منهم واحد كان نفسه تاخد منه بس ما حصلش نصيب، بس كل الناس ايدت قالت لها ان ده كويس وشدوا لها ان ده كويس، الحمد لله تم الزفاف. تمام. الرؤيه الثانيه حضرتك. اتفضل. اخوها الصغير من كتر الحاحه ادعي لي يا محمود، ادعي لي يا محمود، فبيجي يدعي لها في الصلاه وهو صغير. عمره قد ايه؟ شفت رؤيه ان الناس عمره قد ايه يا ام امنيه؟ هو عنده 11 سنه. تمام.
فشاف رؤية انه هو في الشارع وناس كتيرة لابسة بدل وفي الصفوف والعربيات مستنية عريس اخته على اساس هو جاي ياخدها ومسافرين ورايحين مصر. الرؤية الثالثة اختها شافت تتتها برضو بتدعي لها، كان ان تتتها متوفية، شافت ان احنا يوم العيد رايحين وعاملة لنا وليمة كبيرة وقاعدين بناكل. تمام، بس طمنيني خير ان شاء الله. طمنيني، لان هي الظروف اللي مرت بيها الحمد لله. لا الحمد لله على كل خير، وبشريها بكل خير من عند الله سبحانه وتعالى. ريت الرؤية الاولية توضحها لنا، ما يخليك. حاضر حاضر يا ام امنية. نكمل مع حضراتكم امنيه المنام الاول يا امنيه. سبحان الله، يعني انت بشرتي ان شاء الله بالزواج من خلال الرؤيه، ولكن في هناك امور انت لابد ان تصلحيها. شوفي يا امنيه، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. الرزق في الزوج ده عند ربنا سبحانه وتعالى، الرزق في الحال الطيب ده عند ربنا سبحانه وتعالى، كل ما امورنا كلها سبحان الله عند الله عز وجل، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يعني لابد ان احنا كده نجتهد ونتقرب من الله عز وجل، ومش عشان ان احنا نتزوج او ان احنا نرزق بالذريه الى اخره نتقرب من ربنا ولما يهبنا الشيء ننقطع. لا، ده احنا ده منهج حياة، ده امرنا بهذا. لابد ان تحصلي على شيء، اذا اردت ان تحصلي على ما تريدي اتبعي الاوامر واجتنبي النواهي. ده اللي اقدر اقوله لك يا امنية، لكن ان انت العراف قال كذا وانت بتصدقي فده امر يفسد عندك العقيدة. ابتعدي عن هذه الامور تماما. اسال الله عز وجل لنا ولك الخير. المنام الجزئيه الاولى من المنام هي دلاله والله اعلى واعلم على بشاره الزواج، لكن ان شاء الله لدليل الوليمه. وايضا ام امنيه شافت الاجتماع على وليمه، فهي ايضا يا ام امنيه بشاره لزواج بنتك ان شاء الله، لان الرؤيتين متشابهات مع بعض، فبشاره بزواج بنتك يا ام امنيه ان شاء الله. وأمنية بشرناها بالرؤية الأولى. أم أمنية في الأولى، ابن الكبير حلمت زي ما يكون في مرات ابنها الكبير. أعتقد والله أعلى وأعلم ما شاء الله أن هذه المرأة أو هذه الزوجة أو هذه الأم هي إنسانة صالحة وفيها خير وفيها صلاح وتقى ولله الحمد. كونها أنها بلغت او رأت السيدة نفيسة او ذهبت الى مكان فيه السيدة نفيسة والله اعلى واعلم رضي الله عنها وارضاها، ربما انها بتبلغ بنيات او زوجة ابنك درجة ومكانة عليا في القرب من الله عز وجل. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فهنا دي رفع بايمانها ويقينها بالله عز وجل ان الابتلاء الذي اصيبت به هو خير من عند الله، وصبرها و رضاها على يعني هذا الابتلاء الذي أصيبت به، فهو كلما صبرت كلما ارتفعت درجة وكانت في علو. هناك فترة وصلت بها، ويريت انها تكون سمعاني، وصلت بها انها يعني سبحان الله يعني ممكن تكون أصابها اليأس، او يعني مش هقول اليأس ان احسبها على خير، ولكن تعبت او يعني حدث فتور عندها شوية، لكن هي بإصرارها او بإرادتها بتوفيق الله عز وجل اولا ثم إرادتها انها تعلم ان هذا الامر قدر الله من عند الله خير، وفتحت لها الشلالات والمياه والى اخره من الرؤية الجميلة الطيبة، فهو فتح في الخير لها من عند الله، وان شاء الله بإذن الله تعالى بشرة كبيرة وعظيمة تحدث لزوجة ابنك وابنك ان شاء الله. واعتقد انها ربما تتعلق بموضوع مرض البنت، اسال الله عز وجل ان يشفيها ويعافيها. زينب بتقول ان صديق اخوها شاف الرؤية واضحة يا زينب، وهي لا تحتاج مني الى تعبير. فهنا والله اعلى واعلم، ربما انه اما انهم يرزقوا الزيارة في حج او عمرة ان شاء الله الى مكة باذن الله، ويفتح لهم باب الدعاء هناك ان هم يدعوا الله عز وجل في هذا المكان ويسألوا الله عز وجل من فضله، فاعتقد هذا. اما انه باب للدعوة، يعني لو هم حضرتك قلتي من اهل الدعوة الى الله جل وعلا، فربما انهم يقدموا على عمل في مجال الدعوة هناك في السعودية ويذهبوا للعمل هناك في مجال الدعوة، ربما في مقارئ او مراكز للدعوة او مراكز تحفيظ القرآن الى اخره، والله اعلى واعلم. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم.
طيب انقطع الاتصال. نكمل تاني مع زينب. اما ما في صورة النور يا زينب، يعني الله مستعان، اما انه تقول، يعني هي الرؤية هنا دي او الجزئية دي من الآية الكريمة، حضرتك قلتي انا قرأت في تفسيرها ولكن لم اهتدي. طيب اما انها بشارة لك انك ان شاء الله امرأة محافظة على الاوامر والنواهي، اما انها تنبيه لحضرتك ان انت يعني احسبك على خير ولا ازكي على الرحمن احد، يعني لا تظني في احد النساء سوء، اعتقد والله اعلى واعلم. هذا ما اراه من هذه الرؤية. اما ام امنية المنام الاول يا ام امنية، ابشري خيرا ان الله عز وجل لم يقدر لابنتك الارتباط بهذا الشخص، فهي لم يكن له او لم يكن لها معه خير، فصرف الله عز وجل برحمته ومنه وكرمه عن بنت حضرتك، الحمد لله، فحميد الله عز وجل. وكون ان هو ربنا يكرمها بواحد او ترى انها في يكتب كتابها ويعقد القرآن فجأة في المنام، فهو إن شاء الله يأتيها إنسان فيه خير بإذن الله تعالى. فتبشر وما تحزنش وما تزعلش، لأن ربنا إذا لم يقدر لنا الخير في أمر أو إذا صرف عنا أمر، فنعلم تماما أو نكون على يقين إن الأمر ده ما فيهوش خير، حتى لو إحنا كنا بنحب هذا الأمر وكنا عايزينه، لكن ربنا لم يقدر لنا فيه خير، فسبحان الله صرفه عنا برحمته، فتحمد الله عز وجل ولتستبشر أن الله سيكرمها بأفضل من اخوها الصغير وهو 11 سنه يعني دون البلوغ، فهي رؤية ان شاء الله تكون مبشره وتصدق ان هو يرى ان شاء الله عرس اخته باذن الله. والوليمه زي ما قلت لحضرتك هي ربما انها تكون بشاره بالزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم، او لمه ولو بشات اي حد قلنا يشوف نفسه على سفره بياكل او في عزومه كبيره. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمنية اللي كلمت حضرتك يا دكتورة، معلش كان في حلم نسيت أقوله لحضرتك. اتفضلي يا أمنية. أنا كنت حلمت من قيمة شهرين كده يعني بواحد أنا كنت أعرفه، فزي ما يكون يوم فرح عليه وجاي عندنا البيت وكده، وأنا عادي يعني مش جاهزة يعني بلبس البيت، وهو جاي لي عادي بلبس كاجوال وكده، وبعدين بيقول لي أنت جهزتي؟ فقلت له لأ لسه. قال لي طب يعني اللي هو قدامك كتير او كده؟ قلت له يعني اللي هو بجهز. فقال لي بس في مشكله. قلت له مشكله ايه؟ قال لي انا مش لاقي دعوه الفرح اللي هندخل بيها القاعه. قلت له طب هنتصرف ازاي وكده؟ قال لي ما تقلقيش هديني بدور. قلت له طب هو انت ما ينفعش تجيب واحده ثانيه؟ يعني انا كان ظاهر لي في الحلم ان دعوه الفرح دي احنا من خلالها هندخل القاعه. فقلت له ما ينفعش تجيب واحده ثانيه بدلها او تكلف واحده ثانيه؟ قال لي لا بقى مفيش وقت وهكلف وهعمل تاني وكده. قلت له طب ايه الحل؟ قال لي ما تقلقيش هديني بدور. وبعدها بفتره يعني بعدها طيب هو في ارتباط بينك وبين هذا الشخص يا امنيه؟ بالكلام يعني ان انا هاجي اتقدم. انا بس اضبط ظروفي بس هاجي. طيب هو في المنام ده شاف ان هو لقى بطاقه الدعوه بتاعه الفرح ولا لا؟ لا انتهى الحلم على ان هو بيقول لي انا بدور وهلاقيها. تمام. بس ما بنليش بقى الاقيها ولا لا. بعدها باسبوع او باسبوعين لقيت ان انا زي ما اكون في شارع وهو قدامي، بس بيني وبينه رصيف. وبعدها الكلام اتقفل بينا. يعني تمام. هو اللي نهى الكلام وقال لي خلاص. تمام. انا لسه كنت اقول لك من المنام الاول يا امنيه، بس مش عايزه اطول عليكي، لو تقدري تقفلي التليفون وتسمعيني من التلفزيون. اولا المنام الاول يعني انا ارى فيه عدم جديه من هذا الشاب للارتباط بيكي، كون ان هو بيدور وبيتساهل الامور ومش جاد ان هو يدور او يبحث ويجد هذا الشيء او دعوه الفرح، هو ده لان هو هذا الانسان غير جاد في هذا الزواج. في رصيف في الرؤيه الثانيه، يبقى في عائق في ما بينك وبين هذا الانسان في اتمام الزواج، فهو دليل والله اعلى واعلم ان هو يعني انسان مراوغ او ربما يكون غير جاد في امر الزواج.
ده والله اعلى واعلم. دي الرؤى اللي كانت معانا لغايه ما جينا اتصالاتكم ورسائلكم. نكمل تاني فدلاله القياس او التشبيه. سبحان الله، زي ما قلنا لحضراتكم ان انا بشوف الدلاله، يعني انا قدامي مثلا دلوقتي مثلا حاجة، عايزين نجيب حاجة الطائرة مثلا، الطائرة كانت مش موجودة في كتب أهل العلم في بخصوص انها دلالة او ان احنا ندور على معناها في كتب أهل العلم. طيب الطائرة، الطائرة ممكن تعني الكثير من الأمور. الطائرة لو لقيتها بتسقط على بيتك او بيسقط منها حاجة على بيتك، فاعتقد ان هي دي ربما تكون ابتلاءات شديدة جدا. لو الطيارة دي فيها حد انت شايفه ومعروف بالنسبة لك، فدي ابتلاء من جهة هذا الانسان. طيب لو ما فيش حد فهو ابتلاء، فاللي يشوف حاجة زي كده يستعد ويتسلح ويتقرب، يتسلح بالإيمان وبالدعاء، ويكون دايما في قرب من الله عز وجل بإذن الله أن يصرف عنه السوء وأن يعني يجعل أموره إلى الخير. طيب الطائرة أنا شفتها وركبتها، فهي تغير حال لحال آخر. إذا رأيت نفسك، وأيضا ممكن تعني الدلالة الأصلية لها أنها وسيلة سفر، فممكن تكون تشير إلى السفر، أن أنت تسافر إلى مكان آخر غير الذي أنت فيه. طيب دلالة الطيارة ممكن تكون إيه تاني؟ ممكن تكون تغير حال من حال لآخر، فأنت تترك أرض إلى أرض أخرى. فإذا رأيت الطائرة أنك أنت ركبتها، فدي تدل على تغير أمر إلى أمر آخر. لو حضرتك في عمل والعمل ده بتفكر ان انت تسيبه وتروح عمل افضل، فهنا ربما تكون دليل ان العمل التاني يكون افضل. عندي دلالة الطائرة المدنية العادية غير الطيارة الحربية، غير الطيارة الهليكوبتر، غير الطيارات الاخرى. الطيارة الهليكوبتر بتكون سبحان الله مصيبة عظيمة عافانا الله وإياكم، وبتكون من الأشياء لو سقطت على بيت بتكون دالة على وفاة رجل كبير في أهل هذا البيت، يعقبه ميراث كبير، رجل صاحب غنى ورجل صاحب مكانة كبيرة، ويعقب سقوط على هذا البيت أن هذا البيت فيه من الناس اللي هم هيرثوا في هذا الرجل، والله أعلى وأعلم. دي بالنسبة للطيارة الهليكوبتر. الطيارة الحربية وبتسقط قنابل أو بتسقط شيء على المكان، فدي ربما تكون دلالة على وباء أو أزمة أو شدة تعم في هذا المكان. معنا اتصال جديد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا صافي ناز. أنا حلمت حلمي وعايزة أحكي لحضرتك. اتفضلي. بصي أنا حلمت إن عمي ميت، هو حي في الحياة يعني، بس أنا حلمت إن هو ميت. فانا عمال اعيط جامد عشانه، وبعدين رحت معاهم وهم بيدفنوه، فكل ما يحطوه في القبر كده ايه يطلع حاجه عايزه تاكله كده، فانا خايف عليه وعمال اصوت واقول لهم لا ما تحطوش هنا. فلما خلاص اتضايقوا فهم راحوا حاطينه بقى خلاص كده يعني. فلقيت القبر بتاعه بينقبض عليه كده هو لحد ما اتقبض عليه جامد يعني، وانا عماله اعيط واصوت يعني. خير ان شاء الله. في حل رؤيه تانية اسالك بس يا صافي ناز، عمك عمره قد ايه؟ عمي عمره زي حاجه و60 يعني. طيب خيرا حبيبتي، اتفضلي. بصي طيب معلش يا صافي ناز، سؤال اخر، هو من اهل البر والخير يعني ما شاء الله بكثيره صدقه وبيعمل اعمال خير؟ لا هو انا والدي متوفي وهو اخذ حقوقنا يعني بالعافيه وكده، فمش مريحنا يعني في الحياه وكده. طيب انت ليكي كلام معايا يا صافي ناز؟ انا بكلمه بس دلوقتي احنا مختلفين عن بعض يعني شويه. طيب هو مين اللي بيسمع ليه؟ مين ايه؟ مين بيسمع ليه؟ عمك يعني، عمك بيحب مين فيكو او في العيله وبيسمع ليه؟ مش بيكلم حد، وحتى اخوه معاديه مش بيكلمه برضه. طيب كملي يا صافي ناز الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه انا اختي حلمت ان هي رايحه هناك الحمام القديم بتاع البيت بتاعنا القديم، فدخلت كده لقت كروانه كبيره قوي وفيها ميه وفيها سمك، فبتقول لامي ايه السمك ده كله مش عارفه ايه، فبتاخد السمك وتديه لامي هي تنضف.
فبصت لقيت ابنها واقف جنبيه جنب السمك كده مش لاقياه، بتدور عليه مش لاقياه، لقيت ايه اللي وقع؟ سمكيه. لحظه يا صفناز، ايه اللي وقع؟ الو، ايوه، ايه اللي وقع جنب السمك؟ سمكيه وقعت جنب تمام. الكروانه اللي محطوطه، فلقيتها في بق ابنها. تمام. فقامت من النوم بقى وهي بتشد السمكيه من بق ابنها وكده. طيب خير ان شاء الله. ابنها عمره قد ايه؟ ابنها في سنه تانية ابتدائي. طيب خير ان شاء الله. الولد كويس ولا يعني زي ما بنقول كثير النشاط والحركه؟ لا هو كويس جدا يعني، وهي معاها 2 صبيان كمان يعني. طيب خير ان شاء الله، ربنا يحفظهم لا رب العالمين. بصي في رؤيه ثالثه. اتفضلي يا صفي ناس. بصي انا حلمت ان في واحد جاي لي على اساس ان هو يتجوزني يعني، وانا معايا بنتين عامه. فبصيت لقيته جاي وبيقول لي خدي ال5 جنيهات دي كتير قوي معايا، فبيقول لي خديهم كلك وفرقيهم على البنات، هو خصص البنات بس. فانا قلت له طيب ماشي، اخدت منه الفلوس فبفزقها على البنات، فبصيت لقيت ال5 دي بقت عبايات صغيره بتاعت بنات برضه. فعماله افرق عليهم بقى العبايات وكده. قبل كده يا صافي ناز، صافي ناز انت قبل كده اتصلتي بينا وقلتي رؤيه مشابهه لدي؟ ايوه، انا صافي ناز من البحيره. نعم يا حبيبتي اتفضلي. فانا حلمت تاني بعد ما كده، حلمت بقى ان هو جاي واحد بيقول لي خدي ده فرقيه على البنات وكده، فانا لقيت ال5 بقت عبايات. فقمت من النوم وانا بفرق العبايات دي على البنات يعني. خيرا ان شاء الله. انت قلتي لي يا صافي نازل زوجك متوفى؟ لا انا منفصله عنه يعني. منفصله. طيب يا حبيبتي شكرا لاتصالك يا صافي ناس. في اي رؤيه تانيه؟ لا شكرا حبيبتي. طيب اسمعيني بقى، عشان الرؤيه الاولانيه دي مهمه جدا بالنسبه لعمك. اولا الرؤيه واضحه جدا وهي دلاله على يعني نسال الله عز وجل لنا جميعا طول العمر على طاعه الرحمن، على دنو اجل هذا الرجل، والرؤيه دي امانه عندك. فهنا اللي انت شفتيه من الوصف ده هو دليل ما يعني فعله هذا الرجل، واكل اموال اليتامى الى اخره، ومن الامور اللي هو واقع فيها. فهنا الرؤيه عندك امانه يا صافي ناز، اتصلي بيه واجعليها لله جل وعلا، مش عشان انت تاخدي حقك او تاخدي حقوقكم منه، لا اجعليها لله جل وعلا، ان هي ربما تكون نذير لهذا الرجل قبل ان يلقى الله عز وجل. فانت هنا تقولي اللهم بلغت اللهم فاشهد، تتصلي بيه وتقولي له ان اللي انت شفتيه بالظبط المنام بالظبط، عسى الله عز وجل ان يهديه ويرد الحقوق والمظالم الى اهلها قبل ان يلقى الله جل وعلا. ده اللي اقدر اقوله لك من رؤيه عمك. اما الرؤيه الخاصه باختك، اعتقد والله اعلى واعلم ان ربما ما شاء الله خير ورزق وبركه تاتي لوالدتك، وخيرات تعم عليكم ان شاء الله باذن الله جل وعلا. وربما أن الولد يكثر من أخذ المال من جدته، أو جدته لما بيروح عندها بياخد منها مال، أو ربما أن هو ياخد مال بدون علم جدته وبدون علم أمه، فأمه تكتشف هذا الأمر فتعنفه وتعاقبه. ده والله أعلى وأعلم. فعشان كده أنا سألتك على الولد، الولد اخباره ايه، او ان هو ممكن يعني كثير الحركه. كثير من الناس بتقول الولد ده شقي او البنت دي شقيه، بلاش نقول ان هو شقي، لان الشقي هو المطرود من رحمه الله جل وعلا. نغير الالفاظ بتاعتنا شويه، نقول ان هو كثير الحركه كثير النشاط الى اخره من هذه الالفاظ الجميله الطيبه. بلاش نقول الالفاظ اللي احنا يعني لا نعلم هي تعني ايه، سبحان الله العظيم، ولكن في المجتمع كده تدرجت وبقت سهله جدا على السنتنا. المهم فهنا دي تنبيه للولد، ان هو مش ان هي تعاقبه ولا تعنفه، لا، تقول له او تعظم في نفسه مراقبة الله جل وعلا، ان هو ما يمدش ايده على اي حاجة ما تخصوش، او لا يعني بدون ما يستأذن اي حد. عندي المنام الاخير دي والله اعلى واعلم، اعتقد برضو من المنام الخاص بالسمك، ان الوالدة حين يأتي هذا الرزق هي بتوزع ما شاء الله عليكم، يعني لا تبقى على احد فيكم، كل ما بيجيها مال ربنا يبارك فيها ويطول عمرها يا رب على طاعة الرحمن،
ما بتبخلش على حد فيكم، بتدي بناتها ومحتوياكم ما شاء الله، وما بتبخلش عليكم بأي شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. نرجع تاني للمنام الأخير اللي قلتيه، هذا ستر لك ولبناتك بالزواج إن شاء الله من رجل يحفظك ويحفظ بناتك بإذن الله، هذا والله أعلى وأعلم. نرجع مع حضراتكم مرة تانية لدلالة القياس أو الاستنباط أو التشبيه، وقلنا لحضراتكم إن دي أكتر دلالة شائعة وكبيرة جدا في موضوع التفسير، ودلالة بنأخذ بيها. فأنا قلت لحضراتكم رمز زي سبحان الله الطائرة، ورمز زي التلفزيون والدش إلى آخره، والسيارة، احنا السيارة موجودة عندنا حاليا في العصر الحديث، لكن عندنا ليها نظير ألا وهو الدابة، الجمل أو الحصان اللي كانت بتستعمل في أوقات نستند عليها أو كتب عنها أهل العلم، وهي الدابة. طيب في سؤال مهم جدا ورد لينا، واحنا عملنا بحث عنه ودورنا، او انا عملت بحث عنه ودورت في سؤال سألناه، هل الأعمى او الكفيف يرى رؤى، وهل الأصم يرى رؤى ويسمعها او يسمع في الرؤى، وهل سبحان الله. طيب معانا اتصال نكمل مع حضراتكم النقطة دي بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذة سامية، اتفضلي. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أنا في ليلة من الليالي حسيت إني نفسي قوي أعرف درجة إيماني عند ربنا. فلما نمت حلمت إن أنا واقفة، إن أنا في مسجد ورايحة أتوضى. وبعدين رايحة أتوضى الصف الحنفيات جنب بعضه كده، وبعدين المية مش موجودة بغزارة. بفتح كل حنفية باخد منها آخر شوية باقيين فيها على أساس إن أنا أكمل وضوئي. يا ترى معنى الرؤية دي ايه؟ خير ان شاء الله. شكرا. في رؤية تانية؟ لا شكرا. شكرا ليك يا استاذة سامية، نورتينا. الوضوء في المنام هو تجدد في امور هذا الرائي عامة. كنا حضرتك بتقولي انا كنت قبل ما انام شايفة او يعني بشوف او بسأل ربنا سبحانه وتعالى وبناجي، هل انا درجة ايماني عند ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فهنا انت في خير ان شاء الله وعلى الحق وفي خير بإذن الله، ولكن استزيدي. فهنا ان انت تتوضئي مرة تانية واخرى واخرى، فهذه زيادة. فالوضوء هنا وضوء على وضوء، نور على نور، فسبحان الله هذا يزيد من ايمانك وقربك من الله عز وجل. فاعتقد انها زيادة في الايمان يا سامية، فاستزيدي من العمل الصالح ومن الاذكار ومن القرب من الله عز وجل بالدعاء الى اخره من هذه الاعمال الصالحة التي تقربنا من الله جل وعلا. نرجع تاني مع حضراتكم لغاية ما جينا الاتصالات. فهنا السؤال اللي عرض علينا، هل الكفيف يرى رؤى؟ طيب بيشوف رؤى ازاي؟ عندي قسمين، الكفيف اللي هو ولد كفيف يرى رؤى، نعم يرى رؤى، ولكن سبحان الله بيبقى غالب عليها الصوت، بيبقى غالب عليها الحواس الاخرى القوية عنده، يعني ممكن يشوف رؤى ولكن حد بيكلمه، حد بيصف لي شيء معين، هو يجي يقول لك مثلا انا سمعت حد قال لي في المنام كذا كذا كذا، واطلع الجبل الفلاني، وانت نزلت الجبل الفلاني، او قدامك مثلا عقبة معينة الى اخره من هذه الاقوال. لكن الغالب على الرؤى حضراتكم دايما بتقولوا لي، او لما حد بيتصل الغالب على الرؤى بيقولوا انا شفت، انا رأيت. فده اللي غالب على الرؤى، حتى لما بنستند على الرؤى التي وردت في الكتاب والسنة، سبحان الله، إني بسم الله الرحمن الرحيم، إني رأيت في المنام أني أذبحك، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، عندي برضو رؤيا الملك مصر إلى آخره، رأيت رأيت رأيت. لا تأتي الرؤى للإنسان الطبيعي بالغالب ليها، يعني حوالي 95% من الرؤى، أو نقول 99% من الرؤى هي أشياء ترى، يعني إحنا بنشوفها في المنام. عشان كده كل الأخوات أو الإخوة لما بتصلوا بيقول أنا شفت منام كذا فبيوصف. لكن لو حد كلمك في المنام يبقى دي رسالة معينة، ومش كل مناماتك اللي بتشوفها بيغلب عليها الكلام في المنام. طيب الأعمى الذي أو الكفيف الذي ولد على هذه الحالة، سبحان الله بيبقى بيقول أنا سمعت، أنا اتوصف لي كذا، أنا شفت كذا بس بوصف كذا، اشتميت رائحة كذا، تلمست أمر كذا، فبتنعكس عليه حواسه القوية جدا في المنام اللي هي في الواقع في المنام. نكمل مع حضراتكم النقطة دي بعد الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. مين؟
فارس مع حضرتك. اهلا يا ام فارس، اتفضلي. ربنا يخليكي. انا اول امبارح حلمت ان انا وسمير جوزي داخلين حمام كده، وبعدين هو يعني ايه بيعمل ميه هو على القعده الافرنجي دي يعني، وبعدين فانا قلت له انا عايزه نعمل ميه بسرعه، فقال لي اعملي. فقعدت انا على الارض على السيراميك كده وعملت ميه، وهو بيعمل ميه على القعده يعني. بس في تحت الحنفيه كده كروانتين صغيرين، واحده صغيره فيها ميه والتانيه اصغر منها كده وفيها شبكيه بولتي كده. وكانها متنضفه يعني كده. بس وعملنا ميه وكده، بس الحلم خلص على كده. تمام يا ام فارس، شكرا. والرؤية التانية بقى امبارح حلمت ان انا وانا نايمة حلمت ان والدتي بتقول لي هدية دي واحدة انا عارفاها، واحدة كبيرة في السن شوية، بتقول لك هي بعتت لك معايا 150، بعتها 70 لوحدهم و80 لوحده، بعتهم لك معايا هم خديه. بس طيب، شكرا لاتصالك يا ام فارس، خير ان شاء الله. اما المنام الاول دخول الحمام والله اعلى واعلم، والتبول او قضاء الحاجه لك ولزوجك هي خروج من ضيق الى فرج باذن الله، وفتره كان فيها عندكم ربما تعثر في بعض الامور ترزقون فرج فيها ان شاء الله. كون ان حضرتك لقيتي في مكان فيه ميه نظيفه وفي سمك زي ما وصفتي او بلطي متنظف الى اخره، اعتقد والله اعلى واعلم ربما سبحان الله دلالة على الرزق بإذن الله تعالى في المال. لكن هنا أيضا حضرتك بتقولي أن زوج حضرتك تبول وحضرتك يعني ماء ومائك أنت، فإذا هذه دلالة ربما على التقاء المائين يعني الحمل إن شاء الله لحضرتك والرزق في الذرية. فهذا الإناء اللي شفت فيه السمك أو قلتي سمك واحد أو حاجة واحدة فقط، فهي دلالة على الرزق بالذرية إن شاء الله. أما المنام الآخر اللي هو 150 و70 و80 أعتقد أنه هو ربما ايضا نتواطأ مع الاول، لان 150 فيها ربما تعثر في الامور، اذا جاءت كامله او جاءت مره واحده ربما انها تعثر في الامور، ولكن يعقبها ان شاء الله ايضا كما في الرؤيه الاولى الفرج باذن الله، دلاله انها كانت 70 وكانت 80 كل واحده لوحدها. اعتقد ان حضرتك قريبا تبشري باذن الله بالحمل والله اعلى واعلم. نكمل مع حضراتكم. طيب، عندي الكفيف اللي هو يعني أصيب بفقد البصر في سن كبير، يعني عنده مخزون في الذاكرة لأشكال الأشخاص، للأشكال الخاصة بالطبيعة، لأمور اللي هي موجودة حواليه، فهنا عنده اختزام في الذاكرة لهذه الأشياء، فحين يرى الرؤى يرى فعلا رؤى سبحان الله العظيم بيصف لك فيها الأشياء مثله مثل الذي يبصر فعلا. معنا اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الو، ايوه، مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا حلمت حلم ان انا وواحده سلفتي يعني كنا مع بعض، فكنا معديين معديه كده زي ما نكون في ميه كده، فاللي تعدي تشيل كيس بلح اسمر. فالمهم بعد ما عدينا فدخلنا بيت، انا اللي دخلت لوحدي. فالمهم داخله يعني اتفرج عليه تحت سلفتي الثالثه يعني. البيت ده مبني جديد بس لسه يعني ما تعملش فيه اي حاجه. فدخلت جوه فلقيت طشت كبير في اوضه، فببص لقيت عيل صغير في الطشت، فبعدين بقول اللي هو العيل ده هو عامل كده ليه؟ فببص حد زي ما يكون رضى صوت كده رد عليه وقال لي ده جن. بس العيل ايه؟ كملي. بس العيل مش هو عيل، زي اللي عنده أقزام كده يعني لونه صغير كده خالص. بس هو كده. طيب، انت عندك مشاكل معينه في، انت متزوجه صح؟ اه. عندك مشاكل معينه في الانجاب؟ لا. طيب، في حمل ان شاء الله؟ انا لا، هو جوزي اصلا مش موجود. طيب، سلفتك؟ اه، في حمل. طيب، خير ان شاء الله. عايزه اسالك، حد نصحك بالرقيه الشرعيه؟ اه، انت قلت لي قبل كده ان في واحده كانت بتاخد حمام مني وكده، وانت قلت لي لازم تعملي.
طيب يبقى احنا التزمنا. طيب الرقية واضح ان انت يعني طالما ظهرت لك الدلالة دي التزمتي وانقطعتي. صحيح؟ ايه ايه؟ التزمتي الرقية وانقطعتي عنها ما كملتيش برنامج. لا لا ما اكذبش عليكي ما عملتهاش خالص، لان الحلم ده كان اصلا قبل الحلم بتاع الحمام. تمام، خيرا ان شاء الله يا حبيبتي. طيب احنا دلوقتي اقفلي. طيب وهكمل ليكي التفسير هنا. والله اعلى واعلم، ربما ان الرؤية دلالة لحمل احدى كنا ان شاء الله، وانت قلتي سلفتك حملت، تعتقد ان الرؤية دي كانت من كام شهر، لان انا فاكرة المنام الخاص بالحمام ده ورد لينا من شهرين تقريبا او اكتر. فهنا دي دلالة ان احدكما تحمل وحملت سلفتك، وربما انها ترزق بولد ان شاء الله، كونكم ان انتم بتعدوا مع الدية فدي دلالة على النجاة من امر كنتم والله اعلى واعلم كدتم ان تقعوا فيه انتوا الاثنين مع بعض، ربما مشكلة عائلية، ولكن الحمد لله ربنا نجاكم منها. الرزق في الذرية لاحدى كنا والله اعلى واعلم. اما دخولك البيت المبني الجديد، دلالة البيت المبني الجديد هي دلالة طيبة ان امورك انت في خير ما شاء الله، وانك ربما تكوني يعني احوالك طيبة، ولكن هناك ما يكدر صفو حياتك، الا وهو ربما يكون حسد. فانا اعتقد هنا والله اعلى واعلم ان انت تلزمي برنامج للرقية، تابعي احد المشايخ وان شاء الله تتابعي برنامج يكون نافع ليكي. واحنا بنكرر اهو دي تاني مرة انصحك بالرقية، لكن ما طبقتيش، اعملي الرقية عسى الله عز وجل يكون يجعل لك فيها خيرا، توكلي على الله وابدأي. ده بالنسبة لتساؤل حضرتك. نرجع تاني مع حضراتكم. فهنا طيب الغالب على الرؤى بالنسبة اللي هو فقد البصر وهو عنده مخزون، فبيبقى زي المبصر عادي جدا يرى هذه الرؤية. اللي ما بيسمعش او ما بيتكلمش بيشوف رؤى. الغالب على الرؤى قلنا انها 90% منها ما بيبقاش فيها كلام، فهنا هو طبيعي جدا هيقول انا شفت رؤية، او ان هو هيصف ان هو شاف رؤية وبيشوف عادي جدا، دون قليلا جدا يعني ان هو يوصف له او يرى يعني الاصم او الاصم والابكم يرى الرؤى، يعني حد هيقول له شيء بيراها مكتوبه يقول مثلا ايه، او يكتب مثلا ان هو حد اداله ورقه ويصف هذا الوصف ان هو كتبت له في هذه الورقه هذا الشيء. والله اعلى واعلم. ده السؤال اللي احنا بنتساله، هل الكفيف يرى رؤيا مثله مثل الطبيعي ام لا؟ فدي اعتقد ان احنا فصلنا فيها. كان معانا دلالات اللون الابيض. كنا توقفنا مع حضراتكم مع اول دلاله، او يعني دلالة سبحان الله من السنة، الدلالة اللون الأبيض من السنة. نكمل مع حضراتكم دلالات اللون الأبيض بعد الاتصال. السلام عليكم. أهلا يا عليا. أهلا مسهلا. تفضلي. لو سمحتي عندي منام عايزة أقول. تفضلي. أنا حلمت بنتي ابني عندها 3 سنين، وابن بنتي كبير في ثالثه اعدادي، بس حلمت ان هو قدها الاثنين يعني قد بعض. تمام. وبنعمل لهم عيد ميلاد. فانا رحت عشان ادور عليهم. طيب عند حضرتك بياكلوا جاتوه كتير كده. حاطين جاتوه كتير وبياكلوا. فانا قلت لهم فين نايبي؟ راحوا قالوا لي جوه انده على بودي، واللي هو ابن بيتي. ندات عليه ندات على الشباك الاثنين. تمام. فانا بصيت لقيت نفسي في ماشيه في طريق يخوف، الفرح ده راح، العيد الميلاد ده راح، ولقيت طريق يخوف. بجري والاقي ناس كده عايزين يمسكوني يضربوني. اخش في ضلمه واطلع من ضلمه الاقي نور، اجري ما الاقيش النور. بس طيب يا حاجه عليا، اسال حضرتك بس، انت في مشاكل بينك وبين ولادك؟ لا والله، عندي ابني بس تقلقني شويه. نعم. طيب اخبار حضرتك، احسبك على خير ما شاء الله، اخبارك في الصلاه وفي قراءه القران والاعمال الصالحه؟ لا بصراحة أنا ساعات أصلي وساعات لا، لأن أنا عندي تعب يعني في رجليا وكده،
فما بقدرش اقوم. تمام. طيب عايزين كمان نسأل سؤال تاني، انت اتظلمتي ظلم شديد من احد؟ انا مظلومة. نعم. حاولتي ان انت اكتر من مرة تثبتي براءتك لكن معرفتيش؟ ان شاء الله ربنا ينصرك. بصي ابشري انت، يعني طالما المثل عندنا في مصر بيقول ايه، يا بخت من بات ايه، بات ظالم ولا بات، لا بات مظلوم ولا بات ظالم، صح؟ ودعوتك أي. طالما انت مظلومه دعوتك لله جل وعلا ما فيش بينك وبين الدعوه دي ما فيش بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب، على طول اول ما هتقولي يا رب انصرني صدقيني هتوصل لربنا سبحانه وتعالى. دي اولا. ثانيا اعلمي ان الظلم دوت هو منحه من ربنا، ربنا كده مديكي جايزه يا عاليه عشان تتقربي لي، تصبري على هذا الابتلاء اللي انت ابتليتي بيه والظلم دوت، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقربك الي بيه. هدعي ان شاء هرد عليك يا عليا في سبحان الله في الرؤية، لكن نخرج فاصل مع حضراتكم ونرجع تاني نلزموا الاستغفار حتى نعود. عدنا مع حضراتكم مرة تانية، وكانت معانا مدام عالية قبل ما نخرج لفاصل، وزي ما حضراتكم سمعتم يعني هي كادت أن تبكي من شدة ما وقع عليها من ظلم. والله سبحان الله أنا يعني أنصح الجميع إذا وقع عليك ظلم بعد أن تدعي الله عز وجل وبعد أن تسأل الله عز وجل رفع هذا الظلم عنك، افتح كتاب الله واقرأ سورة يوسف. سورة يوسف سبحان الله من السور اللي هي يعني ترزقك كده، وكل كتاب الله جل وعلا يرزقنا الطمأنينة كل ذكر الله جل وعلا، لكن سورة يوسف على الأخص فيها حكمة كبيرة جدا وعظة وعبرة كبيرة جدا وتأملات فيها جميلة جدا لمن شعر بالظلم. فتشوف سبحان الله يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا حدث له وماذا كان من ظلم إخوته له سبحان الله العظيم، وبعد كده هو بقى إيه. فدي بتكون يعني من باب التأمل كده، نتأمل في كتاب الله جل وعلا سورة يوسف. لكل مظلوم أنصحكم أن أنتوا تقرؤوها، بتكون تخفيف من حدة الظلم عنكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفكم؟ أهلا وسهلا. مين؟ أمان. أمال؟ اه اهلا يا امال، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. معايا حلمين ثلاثه كده. اتفضلي. من يومين كده حلمت ان انا رايحه مدرسه ومعايا واحده اسمها رضوى، بنت صغيره في اعدادي. رحت المدرسه طلعت الدور الثاني، في مدرسين يعني فيهم، وخبطت على باب فصل من فصول، فكان في مدرس، في شخص يعني اعرف قبل كده بس بشكل غير شكله يعني. في جسمي يعني شوية بس. وبعد كده جابلتني واحدة تانية، مدرسة تانية، هي مدرسة فعلا يعني منتقدة، جابلتني هي اسمها منال، فبكلمها يعني، فبقول لهم أنا يعني كأن أنا عاوز أحفظ القرآن الكريم، فبقول لهم يعني أنا عاوز أحفظ القرآن الكريم، بس كأن هي اللي هتديني، دي بيكون العلوم الشرعية حاجة زي كده، نعم، والشخص ده هو اللي هيحفظني القرآن الكريم. نعم. بس بقول لهم يعني اعملوا حسابكم ان انا في الماجستير، يعني عاوز انظم ما بين حفظ القرآن الكريم وبين الرسالة عشان ايه؟ في حاجة تضغى على اللي انا فيه يعني. نعم. بس فالشخص ده راح كاتب لي، كاتب اسمي يعني ما اعرفش هل اسمه هو مش اسمه، مش عارف يعني. اسمي ثلاثي كده، محمد حامد عبد الحميد، انا صحيت على الاسم ده بس يعني. محمد حامد عبد الحميد. ماشي يعني يا عمير. الاسم في استماره كده، في طلب يعني، في ورقه كده. بس وده حلم يعني. احنا انتوينا ان نحفظ القران؟
انا امنيتي يعني انا قدام الكعبه دعيت يعني الامنيه دي تتحقق ان شاء الله معايا ان شاء الله باذن الله. اتفضلي يا امال. حلم تاني هو انا دايما يعني بحلم بالمساجد كتير يعني. بتحلمي بايه يا امال؟ بالمساجد. المساجد نعم. بحلم ان انا يا اما قدام مسجد يا اما ماشي على طريق جنبيه مسجد. ف من ضمن الاحلام يعني حلمت ان انا قدام مسجد، بس المسجد ده في مدينه بعيده يعني في قرطبه في اسبانيا. جذبني اسم المسجد، مسجد جميل خالص بس اسم الكلمه نفسها مسجد قرطبه. قرطبه وكأن نعم. وكان معايا واحده اسمها هاجر. وماسكه غطا حلة، بس هو غطا قزاز، فانا خايفه لا يتكسر منها، بقول لها انتبهي لحسن يتكسر. وماشيين ومعديين يعني على ناحيه المسجد ده كده. بس حلم تاني حلمت امبارح تقريبا. تخصصك يعني ايه يا امال في الماجستير؟ هو انا جغرافيا. نعم. حلمت ان انا دايما معلش اسالك سؤال تاني يا امال. مدينه قرطبه تتعلق عندك بدراسه او رساله الماجستير؟ لا. طيب. بعيد خالص يعني. طيب. اكملي. بعد كده حلمت ان انا يعني ان انا واقفه وسط ناس زحمه كتير، يعني عاوزه اروح بيتنا وعايزه اروح مش عارفه تقريبا اروح بيتنا يعني وسط ناس كتير. ففي اتنين مسيحيتين، واحده معاها بنت وواحده تانية واقفه. فالتانيه دي عطياني ثلاث مشابك فيهم واحد لونه ازرق، يعني مشبك لونه ازرق. بس انا اخدتهم يعني هعمل لهم ايه، المهم ان انا اخدتهم يعني. مستغرب ان واحد يديني الحاجه دي. بس بعد كده مشيت ما انا عايزه اروح. مشابك اللي هي بتاعت الورق ولا اللي هي بتاعت الغسيل؟ طيب انت بتتعاملي مع مكتبه اصحابها مسيحيين؟ لا. طيب اكملي. بعد كده مشيت. اول ما مشيت في ناس وزحمه وكده، فانا وماشيه عاوزه اطلع، كان انا بقول لهم انا همشي لوحدي طالما ما فيش مواصلات وكده، همشي اخدها مشي. فلقيت يعني كان في جنود مصريين او مجندين ميتين على الارض مقتولين، لابسين اللبس الاسود ده بتاع المجندين وميتين. فانا بقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وببكي عليهم يعني. لابسين اسود. لابسين اسود. تمام. لابسين اسود وانا ببكي عليهم بنفس. انت منين يا امال؟ وبعد كده انت منين؟ مشيت. امال قلت له اي نعم. انت منين يا حبيبتي؟ انا من سوهاج. طيب كملي يا امال. بعد كده ما رضيتش اعدي يعني من ناحيه الناس الميتين دول، فرجعت تاني. فعديت عند الست المسيحيه اللي معاها بنتها او ابنها الصغير. فانا معديه من فوق، فهي خايفه لحسن ادوس رجلي تيجي على الطفل الصغير ده. قلت لها لا ما تخافيش. بس بعد كده مشيت لوحدي، فلقيت توك توك او توك توك تقريبا بيقول لي انت اتاخرتي ليه. انا لقيت معايا بنتين بس ما اعرفهمش يعني اثنين ما اعرفهمش ومش عارفهم خالص يعني. فبيقول لي انت اتاخرتي ليه، ده اخوكي مستعجلك يعني هيجي ويسال عليكي. بس وما اعرفش ركبت او ما ركبتش. ده حلم تاني حلمت ان انا ماشيه بوزع عيش على المقابر. بس العيش ناشف يعني، وامي بتصلي ناحيه المقابر هي وجماعه. فبقول لهم لا اعدلوا يعني بحيث انكم انتم ما تصلوش عند المقابر نفسها الا المقابر. بس فضلت ماشيه ولقيت نفسي قدام البحر، في البحر وراكبه معديه مع ابن اختي خمس سنين اسمه محمد. بعد كده وجع ابن اختي في الميه، فوجعت انا نزلت معاه. الميه بتشد وترفع فينا، المهم حد ما جبته طلعته تاني على المعديه واختي بتبكي وتصرخ عليه. بس بعد كده طلعنا احنا الاثنين، فاختي خدت ولدها وبكت وجات لي يعني اتخانقت معايا. فانا مشيت زعلت منها ومشيت، بس هي واخده الشنطه بتاعتي. فضلت ماشيه انا وماشيه ما عرفتش اروح ازاي يعني معيش فلوس. بس بعد كده لقيت معايا شنطه طلعت منها فلوس. انا وماشيه في الطريق كانه جسر، وفجاه لقيت نفسي قدام بيت ورحت يعني هدخل البيت، فادخل الطريق لقيت ان هو بيت، فانا اتاسفت للشخص اللي جوه البيت فبقول له انا اسف احسبي شارع. فراح قال لي تعالي. انا وماشيه في الطريق في الاول جابني شيخ بيقول لي انت ماشيه ليه كده لوحدك؟ قلت له بس انا متضايقه يعني، فبقول له انا دايما بمشي لوحدي كده.
المهم دخلت بيت الشخص ده اللي هو اساسا زي ما يكون طريق منصوف. عمرك قد ايه يا امال؟ 30. طيب انت تقدم لك احد متزوج؟ من فتره يعني. تمام. كان شيخ يعني؟ تمام. تمام. بس بعد كده كملت انا الطريق ومشيت. انا وماشيه الشخص ده لقيت نفسي ماسكه راكبه على حاجه كانها زي توك توك زي موتوسيكل حاجه زي كده من غير سكس يعني. المهم ان هو بيقول لي ده هتوصلك، ورحت اعطيها له فلوس 5 جنيه او كده مستنيه ياخد الباقي. فلقيت نفسي ماسكه 3 طيور، واحد بني واحد ازرق واحد اخضر. البني ده في ايدي الشمال على كتفي في ايدي الشمال، بس هو حاسه ان هو هيدخل جوه كتف العبايه الكم فبينزل ميه، فانا بعمل الكم كده ومكسوه من الشخص اللي قدامي يعني. المهم الاخضر ده في النص. شكله حلو عاجبني. وبعد كده مسك الازرق في اليمين. نصحت من الحلم على ان انا ما اتحركتش من مكاني، بس انا ماسكه دول وكده يعني. طيب خيرا ان شاء الله. الدبلومه الاخيره كان تقديرك فيها قد ايه؟ جاي جدا؟ مش عارفه لسه يعني، هو انا في الماجستير حاليا يعني، لكن التمهيدي ماجستير الصراحه مش بناخد درجاتنا يعني فيه. ما بتاخدوش. طيب شكرا ليكي يا امال. في رؤيه تانية؟ معلش. حلمت ان انا راح عند مكان شيخ، بيت شيخ يعني، والست بتاعته بتسلم عليا وان انا هحفظ القران عندي من الست دي. فداخله بيت الست وطلعت كده ركبت كان في جزء من بصل الضب. فالمهم ان انا اتاخرت شويه ورميتها على جنب وطلعت مع الشيخ على السلم وفضلت ماشيه وراه. وبعد ما مشيت وراه يعني السلم كانه بدرابزين واحد في ناحيه على البحر في البيت نفسه يعني، بس في ناحيه على البحر بس. وبعد كده فضلت ماشيه معاه ماشيه لحد ما الدرابزين نفسه انتهى. كنت ماشيه وراه على طول. بعد كده لقيت نفسي ماشيه ناحيه اليمين الناحيه الثانيه قصاد. بس وبعد والحلم خلص على جزئيه ان انا والشيخ والبحر قدامنا. خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا امال في اي رؤيه ثانيه؟ شكرا حضرتك. شكرا لاتصالك يا امال، نورتينا. نرجع مع مدام عليا. فكانت سبحان الله العظيم المنام هنا بيشير انه ان شاء الله في اخبار طيبه ساره ترزقيها انت واولادك باذن الله تعالى. وربما ان هو يعني ان كان حد عندكم ربما هتعملوا حفله قريب او مناسبه سعيده ان شاء الله. اما كونك انت بتقولي انا ماشيه في طريق يخوف وبعدين بحاول اتلمس النور، انا ماشيه في الطريق والطريق ده ضلمه وبعدين بحاول ان انا اتلمس النور وكل ما بوصل للنور ما بلاقيهوش، فهنا يعني اعتقد ان الظلمة من الظلم اللي حضرتك متعرضة ليه. وكلما تلمستي ان حد ينصفك في هذا الامر سبحان الله بتجد الامر تعثر مرة تانية. لكن ابشري خيرا باذن الله يرزقك الله عز وجل. طالما مظلومة ربنا هيرزقك نصر من عنده ان شاء الله. خليكي مع ربنا سبحانه وتعالى وسيبيها على الله، وربنا ان شاء الله هيصلح لك كل امورك يا مدام عليا على الخير باذن الله. هوني على نفسك واجعليه كده زي ما بقولك محنة من الله عز وجل، محنة يعقوبة أو هي منحة من الله. ربنا كده بيشوف اختبارك وهو أعلى وأعلم بنا وبك سبحان الله العظيم. تمتحني فيها وقدر صبرك وابتلائك وقناعاتك ورضاك بما يعني ابتلاك الله عز وجل. زي ما قلنا لأختنا في أول اتصال اتصلت علينا بيه، فهنا اللي هي أم أمنية، فهنا يعني أنا أقول لك نفس الكلام برضو، اجعلي الله لجوئك وحده الله وحده وابشري خير إن شاء الله هتنصري بإذن الله تعالى نصرا عزيزا مؤيدا. عندنا أمال ما شاء الله رؤى كبيرة جدا وكتيرة يا أمال. أعتقد والله على وأعلم أنها أمال قالت عندي المرأة المنتقبة التي اسمها منال، فأعتقد أن هو ربما المنال للأمنية اللي انت نفسك تحققيها ان شاء الله. توكلي على الله ووزني الأمور وابدأي في حفظ القرآن. فدلالة الاسم محمد حامد عبد الحميد هو دلالة طيبة جدا انك انت ان شاء الله توزني ما بين الرسالة بتاعتك وما بين حفظ القرآن. بالعكس اذا بدأت في حفظ القرآن ان شاء الله ربنا هيجعل لك تيسير في أمرك وهيكون في بركة في الوقت وبركة في العلم ان شاء الله. نخرج لفاصل ونرجع نكمل رؤى أمال مع حضراتكم. الزموا الاستغفار حتى نعود.
حضراتكم من جديد. كانت معانا اختنا الكريمه امال بتقول دايما انا بحلم بالمساجد وشفت مسجد قرطبه والى اخر المنام زي ما سمعنا منها. اعتقد والله اعلى واعلم انك قلبك يا امال احسبك على خير ولا ازكي على الله احد معلق بالمساجد، او انك والله اعلى واعلم كثيره المساهمه ماديا في إعمار المساجد، يعني بتساهمي من حين لآخر كده في المساجد أو بنائها أو المساهمة في أي شيء يتعلق بالمساجد. معنا اتصال جديد. السلام عليكم، أهلا يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جزانا وإياك. في الأول أنا عايزة أقول لحضرتك يعني أنا ست كبيرة وبعدين أنا مقلة جدا في الرؤى والأحلام دي. نعم. يعني ما اعرفش ايه السبب، هل عشان انا ما بنامش بالليل او حاجه ما اعرفش. هو حضرتك طبيعه نومك ما بتناميش بالليل؟ لا. طيب. طيب اتفضلي. انا شفت خير ان انا ليا اخ منقول في فيلا جديده يعني ولسه احنا ما نعرفش مكانها. واخويا ده يعني ليا عنده حاجات يعني ليا عنده مبلغ المفروض يدهولي من زمان وما ادهوليش. فانا معايا ابن كبير ومتزوج يعني. فأنا شفت خير إن ابني ده لسه عنده 5 سنين يعني في حدود ال5 سنين دي، وبقول له ما تيلا نروح نزور خالك كده ونعملها مفاجأة. فقال لي هو احنا نعرف يا ماما مكانه؟ قلت له إن شاء الله هنعرف. فوإحنا ماشيين لقينا محل ألعاب أطفال. فهو قال لي إن أنا هدخل المحل ده يعني ألعب عشان هو في عروسة عايز يجيبها كبيرة شكلها حلو كده. فأنا لما سألت صاحبة المحل قالت لي لا ما عنديش. فقالت لي طب سيبيه يلعب وروح انت مشوارك وانت راجعه خديه. فانا اتفاجئت ان المكان اللي فيه اخويا قريب من المكان اللي فيه الالعاب ده. فداخله لقيتهم في الفيلا كده في ترابيزه كبيره وعليها مثلا اكل وورد ويعني شكل حلو قوي. فلما هم شافوني وانا داخله اتفاجئوا. فقاموا في مكانهم كده وضحكوا، وبعدين انا حسيت ان محدش رحب بيا. يعني كلهم ما رحبوش بيا كده وكل واحد راح في مكان. فكان في مكان كده يعني زي حوض بتاع زهور، فانا رحت قعدت على طرف الحوض ده وانا زعلانه، لقيت برضو محدش جه يكلمني. فايه رحت ماشيه برضو محدش جه ورايا. رحت لابني فقلت له يلا عشان نروح. قال لي لقيته ماسك اللعبه العروسه اللي دي في ايده. فهي ست قالت لي احنا جات لنا واحده وابنك هي اللي خدها. يعني ما جاتليناش اللي هي وابنك هي اللي خد. تمام. فانا خدت ورجعت على البيت يعني وهو ابني فرحان باللعبه دي. وبعدين وانا في المكان اللي هو مدخل الفيلا ده شايفه شنط داخله وخارجه، فببص كده عيني جت على حرف شنطه زي ما يكون فيها ملابس. فقلت يعني هما بيخبوا الحاجه مني يعني انا يعني في نفسي انا يعني هما بيخبوا الحاجه مني، انا جايه ازورهم مش جايه اطالبهم بحاجه. بس ورجعت على كده. بس طيب. عايزه حضرتك تعبري لي ايه يعني حكايه ان انا ما بشوفش رؤى يعني حضرتك ان احنا ما نشوفش رؤى خالص دي شيء، وان احنا نشوف منامات لكن نادره. نادره اه. تمام دي نقطه. النقطه اللي عايزه اسال حضرتك فيها، ابن حضرتك عمره قد ايه؟ عمره 30 سنة. متزوج؟ متزوج ايوه. طيب خيرا ان شاء الله. طيب. عايزه اسال حضرتك زوجته حامل؟ لا هي الحمل متاخر عندها. طيب خير ان شاء الله. طيب اسال حضرتك سؤال اخر، هل في قطيعه بينك وبين اخوكي فعلا؟ لا هو مفيش قطيعه. بس هو كان وعدني ان هو لما يجي له حاجه يعني بالنسبه لظروفي المرضيه هيحاول يرد لي جزء من الفلوس اللي عليا. تمام. يعني فطبعا هو جات له الحاجه دي وفي نفس الوقت ما رديليش يعني. الله مستعان. لكن مفيش قطيعه وكده. في طيب. حاجه ثانيه دايما اتخيل وانا صاحيه كده او وانا بصلي ان انا بصلي جماعه بناس. يعني دايما حتى لما اكون بصلي لوحدي احس ان انا بصلي ورايا حد يعني انا بصلي جماعه. نعم. انا الحمد لله يعني ست كبيره والحمد لله ما شاء الله بقدر الامكان بحاول اتقرب الى الله في الصلاه والصيام والقيام. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل مني يعني يا رب. القران أمين. يا رب امين. ربنا يتقبل وربنا يكرمك يا بنتي. امين يا رب العالمين. ما تنسينيش حضرتك يا ام محمد من الدعاء. يا رب يكرمك يا رب ويجعلك من سعداء الدنيا والاخره انت وشبابنا
واولادنا اللي في الكنترول واللي في القناه كلهم يا رب جزاك الله عنا خير. يا رب حبايبي كلكم من سعداء الدنيا والاخره، ويفتح عليكم ويكرمكم يا رب. امين يا رب العالمين. جزاك الله عنا خيرا يا ام محمد، وشكرا لحضرتك ولاتصالك. هنكمل مع حضراتكم بس بعد الاتصال. صفاء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا صفاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي رؤيتين. اتفضلي. انا انيتا مش مخطوبه يعني كده. حلمت ان انا عندي عبايتين، عبايه لونها اللي هو اوف وايت ده سكري، وعبايه تانية سودا فيها من عند السدر ورده بامبي. الحلم الثاني بقى كان بعدها بحوالي، فانا بحكي الحلم ده لواحده صاحبتي، دخلت في الحلم يعني دخلت عليها لقيتها لابسه عبايه برضه لونها سكري نفس اللي عندي في المنام. تمام. بعدها بحوالي كام يوم برضه حلمت ان انا لابسه عبايه لونها اخضر جميل، والكمام بتاعتها لونها اسود. تمام. اسود في اخضر برضه، وعليها طرحتين، طرحه خضراء خالص وطرحه سوداء. تمام. انت ناويه تشتري اي عبايات يا صفاء؟ لا مش في دماغي خالص. صاحبتك مخطوبه ولا انسه زيك؟ انسه. تمام. خير يا صفاء، ما شاء الله. حاضر، هرد عليكي. في اي رؤى تانيه؟ لا شكرا. شكرا لاتصالك يا صفاء. نرجع تاني مع، انا عايزه بس ارجع لامنا الكريمه الحاجه عليا، عايزه اقول لها ان ممكن حضرتك يعني، هي سالناها على موضوع الصلاه وقالت ان هي رجليها بتوجعها وما بتقدرش تقوم تصلي. يعني هقول لحضرتك شيء بسيط جدا، وحضرتك قاعده ممكن تصلي بسهوله ويسر، بس تقضي الفرض اللي عليكي، ما تنقطعيش عن الفروض، لا تنقطعي عنها يا امنا الكريمه عليا. ربنا يا رب يعافي حضرتك ويديكي الصحة وطولة العمر يا رب العالمين. ده بالنسبة لأمال. أرجع تاني، فهنا يا أمال والله أعلى وأعلم أنك كثيرة المساهمة في إعمار المساجد، ده والله أعلى وأعلم، أو أنك دايما يعني أنت بترتاحي لأمر أو بترتاحي للصلوات في المسجد، خصوصا في الأوقات اللي هي زي رمضان بتروحي وبتحافظي على الصلاة في المسجد التراويح. سبحان الله، فما شاء الله يعني اللي بيشوف دايما المساجد بقلبه معلق بالمساجد. فده والله أعلى وأعلم بالنسبة للمنام الأول. معانا اتصال ونرجع تاني لأمال. معانا رغدة. أهلا يا رغدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذة ياسمين؟ الحمد لله يا رغدة، اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك أنا كان عندي ثلاث أحلام. اتفضلي. أول حلم أختي حلمت لي إن أنا أولا متجوزة بقالي ست شهور، فأختي حلمت إن أنا نقلت فرشي كله من شقتي وحطيتها في شقة أخويا، إن أنا يعني زعلانة وحطيت عفشي كله في شقة أخويا، فهي طلعت بتقول لي أنت إزاي يا رغدة حتى الفرش كده على التراب والشقة مليانة تراب كده. فحاولت ان هي تكنس حوالين الفرش وطلع تراب كتير جدا من شقه اخويا، بس العفش اللي موجود عفشي انا. وبعدين فتحت الثلاجه فبتقول لي انت حتى جايبه الثلاجه فيها الخضار فيها، فلقيت فيها ملوخيه، فقالت انا هقعد في الملوخيه دي قبل ما تذبح، وبالفعل يعني قعدت عملتها وكده. ده اول حلم. طيب في مشاكل بينك وبين زوجك يا رغده؟ هي في الفترة اللي هي شافت فيها المنام ده كان فعلا كان في خلاف، بس انا دلوقتي يعني مفيش مشاكل ولا حاجة الحمد لله. كان خلاف بسيط يعني. يعني انتي سبتي البيت في الوقت ده وتروحتي عند بيت اهلك؟ هي في الفترة اللي هي شافت فيها المنام كنت فعلا في بيت اهلي. تمام. وكنت واخدة مبلغ من المال معاكي؟ لا. مصاريف شخصية؟ مصاريف شخصية؟ لا ما كنتش واخده اي حاجه خالص، بالعكس يعني انا دلوقتي ما معيش اي فلوس خالص. تمام، اتفضلي يا رغده كملي. تاني منام والدتي في نفس اليوم شافت ان انا نايمه في اوضتي اللي في بيت ابويا، وفي تعبان طويل واسود نايم جنب مني، وانا نايمه والتعبان نايم، فهي عايزه تموت التعبان باي شكل، وفي نفس الوقت خايفه تقرب منه لحسن يأذيني. فقالت انا همشي بالراحه لحد ما امسك راسه عشان اتملك منه. فبالفعل فضلت ماشيه، بس اول ما قربت من السرير التعبان بص وسابنا ومشي. طيب قوليلي يا رغده، الرؤيه اللي دايما جوزي بيشوف دايما بيجي له بالنسبه رغده لحظه بالنسبه للرؤيه الثانيه، كان في امراه بتتدخل في حياتك الخاصه هي اللي بتسبب المشاكل بينك وبين زوجك؟ هو حضرتك احنا في مشاكل، المشاكل اللي بيني وبين جوزي مش مشاكل عاديه، هو
هو احنا يعني حاسين ان في معمول لنا عمل وكده، فهي مشاكل خلافات كده. ماما هي ماما يعني. ماما هي دايما اللي بتنصحك انت تعملي رقيه، او هي اللي بتقول لك يا بنتي يمكن حد عمل لكم حاجه؟ والله يا استاذه اسماء، هو حضرتك يعني احنا لافين في الموضوع ده كتير جدا. طيب. ودايما يعني ان في شيوخ اكيد ودايما يبقى في رؤيه، بس حضرتك ما فيش اي استجابه يعني، ما زال احنا حاسين بتعب وكده. طيب خير، هو ما فيش مشاكل اللي هو ما بيني وبين جوزي، بس المشاكل ان احنا تعبانين من اللي معمول لنا. طيب حاضر. حضرتك دايما جوزي برضو يشوف في المنام، ده بقى حاجه بتجيله باستمرار، ان هو دايما يشوف صناديق فيها ديدان وفيها تعابين، بس التعابين والحاجات دي ما بتأذيهوش، بس بيقوم مفزوع جدا جدا لدرجه ان هو ممكن يصرخ يعني صحي البيت كله من صرخته. لدرجه ان كمان ممكن من كتر ما هو بيشوف التعابين والحاجات دي ممكن يبقى بيتحمل فيها، اللي هو يعني في الطبيعي ان هو تلاقيه بيمسك فيها وانا نايمه كده. تمام. طيب انت بتقولي حضرتك برضو معلش انا كان عندي رؤيه، بس الرؤيه دي برضو من فتره. طيب اتفضلي. ان انا حلمت برضو ان انا كنت ماشيه وبعدين حد جانا بنت، بس حاطه مكياج كتير جدا في وشها لدرجه ان انا خايفه من وشها من كتر الميك اب اللي على وشها، فانا دعيت له قالت لي انت لازم تيجي معايا، فانا قلت لها لا انا مش هروح معاكي اي مكان، فما اعرفش اللي حصل ايه، بس المهم ان انا رحت معاها، فهي خدتني مكان فيه سلالم كده وعتبه واسعه، لقيتها بتقول لي انا كده كده جبتك لان احنا كده كده لازم نموتك. فانا قعدت ابكي لها واقول لها انت ليه عايزه تموتيني؟ ليه عايزه تاذيني؟ انا ما عملتلكيش اي حاجه. فقالت لي لا ما احنا كده كده انا مش هسيبك، انت مهما تقولي من كلامك ومهما تعملي انا مش هسيبك غير لما موتك. إيه على فكره يا رغده، رغده إيه انت نعم. انت مش مسحوره، زوجك اللي مسحور. والله هو حضرتك معظم الشيوخ يقولوا ان هو معمول لي انا، بس بتعب زوجي. لا هو مش انت اللي مسحوره يا ماما، هو اللي مسحور والله اعلم. هو حضرتك الرؤيه اللي هي بتاع البنت دي خبطتني بالسكينه في رجلي، وبعد ما خبطتني انا ماسكه رجلي كده، فبتقول لي ايه انا لازم اطلع السكينه لان هي طول ما هي في جسمك وانت هتفضلي عايشه، انا لازم اطلعها عشان تموتي. انا قعدت اجري كتير وجاي جوزي خدني في المنام وركبني على مكنه، بس احنا ركبنا على مكنه راجل كبير جدا في السن، وانا كنت خايفه ان احنا نقع لان الراجل ماشي بسرعه جامده جدا، واحنا ماشيين شفنا برضو البنت دي في النص وقالت لازم نموتك، احنا لازم نخلع السكينه، فالراجل مشي تاني بسرعه وسابها ونازلين في صدقتي ليه في فساتين فرح ومشيت على كده. في ايه يا رغده؟ في فساتين فرح اتيليه. تمام تمام. طيب خير ان شاء الله. دي اخر منام شفتيه او ده اخر منام؟ ده اخر منام، معلش يعني انا اسفه بس يا ريت تحلولي بسرعه. معلش. حاضر يا رغده، انا بسالك بس في مش دلوقتي، ده اخر منام، اخر حاجه شفتيها كانت ايه؟ نعم اخر ايه؟ اخر منام شفتيه كان انهي واحد؟ اللي هو الاخير اللي انا حكيتهولي. نعم. تمام، شكرا لاتصالك يا رغده. اللي فاتوا كان لوالدتي وكانت لاختي اللي شايفه لي الرؤيه. تمام، شكرا لاتصالك يا رغده وخير ان شاء الله حبيباتي باذن الله. نرجع تاني لاختنا امال، المنام الخاص بالمسيحيات اللي ادوكي المشابك الثلاثه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى اذا دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم، فقالوا له يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد على الصحابة وقال لهم فمن؟ فهنا تنبيه ليك يا أمال أن أنت تخلي بالك أن أنت يعني تنظري لأمور الدين عندك، وأحسبك على خير ولا أزكي على الرحمن أحد، ربما هناك في أمورك أمر يخالف الدين، ربما أمر يفسد العقيدة، فانتبهي تماما لأمورك وأحسبك على خير ولا أزكي على الرحمن أحد. المنام أيضا قل أو القول للسائق بيقول لك انت تأخرتي ليه، دي دلالة على انك ربما تاخدي قرار متأخر في امر ما،
فربما ان يعني لابد عليك ان انت تستخيري الله عز وجل اولا في امورك، ثم تنظري في امورك ان انت تعجلي ان كان فيها خير تعجلي، ولا تتباطئي الامور حتى يعني تقومي بالامر على اكمل وجه. عندي ايضا قلتي انك انت المنام الثاني اعتقد ان انت احيانا بتكثري من الصدقه ولكن بالقليل مما عندك من المال، داومي عليه فهو خير ان شاء الله، بر قليل ودائم افضل من كثير منقطع ان شاء الله باذن الله. نصيحه لامك ولاهلك بالخير باذن الله تعالى، ودايما بتحسي امك على طاعه الله، خلافات ما بينك وبين اختك تنتهي على الخير باذن الله تعالى، وربما يتقدم لك من الرؤية الأخيرة والتي قبلها في دلالة أنه تقدم لك رجل من أهل القرآن، وربما أنه معدد يعني متزوج وأنت كنت هتبقي زوجة تانية، فربما أنه رفض، يتقدم لك رجل آخر بإذن الله تعالى، وأيضا من أهل القرآن ومن أهل الدعوة، ويعني يقال أنه شيخ، فهذا إذا تقدم لك لا تتركيه، توكلي على الله وتزوجي لعل فيه خير ومعه خير لك إن شاء الله، حتى وإن كان متزوج وسبق أو معه زوجة فهي ستعاملك كأخت لها، هذا والله أعلى وأعلم. عندي دي انتهينا من أمال، نرجع تاني كانت صفاء. طيب معانا اتصال ونرجع تاني لحضراتكم. اهلا يا استاذه هند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت، انا والدي متوفي وحلمت ان انا داخله من باب ومعايا ازاز كاكولا وقال لي هاتيها وخدها مني. حلمتي ان هو قال لك اديني الشيء اللي معاكي؟ انا داخله ومعايا ازاز كاكولا صفراء وقال لي هاتيها وخدها مني. تمام. لو سمحت، انا دايما بحلم بيه كتير. تمام، حاضر. شكرا. بتشوفيه هند بيقول لك اي حاجه، بيضربك، بيزعق لك، زعلان منك، ولا بتشوفيه ان انت بتديله؟ انقطع الاتصال. نرجع تاني مع حضراتكم. كانت ام محمد، امنا الجميله ربنا يبارك فيها يا رب ويديها طولة العمر على طاعه الرحمن، معانا اتصال وارجع لك تاني يا امي الكريمه. اهلا يا ام ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، انا هنقول لك بس حجم البيت كده بس تسمعوا لي على التلفزيون. حاضر. بنتي حلمت خير والصلاه على النبي انها كانت يعني معاها واحده صاحبتها، فكانت هي مخصماها، فهي صالحتها في الحلم، فبصت لقيتها ايه جايه لها بازازه لبن، كانت تلاقي اسمها ولاء، قالت لها خدي دي ازازه اللبن، قالت لها انا عندي ازازه كمان على الرخام، قالت لها يلا يبقى ايه زوره الخير خيرين، فراحت ايه عطيها لها ازازه اللبن، قالت لها بس دي مجمده، قالت لها مش مهم يبقوا ازازتين، فقالت لها طب تعالي بقى عشان انا عامله باميه خضراء وعامله ملوخيه وحاجات وفاصوليا عشان نوكلك معايا. قالت لها طب ماشي، فهي بتفتح حله الباميه وحله الفاصوليا لقيتها ايه خضراء قوي زي البسله. قالت لها الله ده طبيخ الجميل قوي عاملاه حلو قوي. قالت لها تعالي انا احط لك ايه تاكلي. وهنعلي او نولع البوتاجاز ونوطيه على نار هاديه كده ونسخن لك الاكل. تمام. قالت لها طيب ماشي. فبصت لقيت ايه؟ لقيت جثه جايب لها حاجات، بس هي مش متذكره الحاجات دي ايه؟ اللي هي جابتها. احنا طيب. عايزين نعرف التفاصيل. بنت حضرتك عمرها قد ايه؟ هي متجوزه عندها 28 سنه. طيب عندها ما شاء الله اولاد؟ عندها كريم وعندها نجار. طيب في مشكله بالنسبه لها في موضوع الرزق عند زوجها، في تعثر، في اي مشاكل عندها؟ طيب خير ان شاء الله. حاضر. طيب هي صديقتها، معلش يا ام ابراهيم ما تقفليش، صديقتها العلاقه منقطعه بينها وبينها؟ بين مين؟ صاحبتها. تمام. طيب شكرا يا ام ابراهيم. شكرا لاتصال حضرتك ونورتينا. نرجع لامنا الكريمه ام محمد، موضوع ان حضرتك بتشوفي المنامات لكن بشكل نادر جدا، دي دلاله والله اعلى واعلم ان حضرتك بتنامي بشكل متقطع. يعني قلنا قبل كده ان من اسباب، قلنا كتير جدا اسباب ندره الرؤى، او من قلنا اسباب نسيانها، لان ممكن اشوف رؤى وتنسى، لكن هنا موضوع ان حضرتك بتشوفيها لكن نادرا، الانسان لا يرى الرؤى التي هي من الله إلا لحاجة ورسالة تحملها
هذه الرؤية. كما أنه والله أعلى وأعلم دليل أن حضرتك بتقولي أنا ما بنامش بالليل أو نومك ما بيكونش بشكل سليم أو بيكون متقطع ما فيش راحة أو يعني نوم بشكل طبيعي أو سليم فمتقطع، فهنا أنت حضرتك بتشوفي الأحلام لكن ربما بتنسيها أو ما بتفتكرهاش. ده والله أعلى وأعلم بالنسبة لتساؤل حضرتك. أعتقد والله أعلى وأعلم أن الحق اللي حضرتك عند أخو حضرتك تجد صعوبة شديدة في أخده، حتى يعني حضرتك اتبعتي أكتر من وسيلة، اتبعتي القول واتبعتي الطلب واتبعتي أن أنت تطلبي فعلا حقك بالكلام، واتبعتي أن أنت يعني كان في شوية نوع من الود أن أنت تطلبي بالود، لكن ما فيش فايدة في موضوع أخد الحقوق. أسأل الله عز وجل يؤلف بينكم إن شاء الله وأن حقك يرجع لك أو ما وعدك به يرجع لك إن شاء الله. أما بالنسبة لابن حضرتك يرزق الذرية في بنت إن شاء الله قريبا بإذن الله يبشر بالذرية. أخرج لفاصل وأرجع تاني مع حضراتكم ومع رؤاكم. إلزموا الاستغفار حتى نعود. عدنا لحضراتكم من جديد. كانت معانا برضو رؤية أمنا الكريمة أم محمد بتقول أنا دايما بحس إن أنا بصلي جماعة بحد وحد بيصلي ورايا، فأنا هنا هقول لك يعني شيء إن شاء الله بإذن الله يعني حسب علمي في هذا الأمر أنه ربما عمار المكان والله أعلى وأعلم حضرتك سبب في إن هم يعني سبب في هدايتهم وسبب في إقامتهم للصلاة مع حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم يوسف. يا أهلا وسهلا، ازيك يا دكتورة أسماء؟ ربنا يبارك فيكي ويعزك يا رب. الله يخليك. الله يخليكي. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة وبخير يا رب. الله يخليك. هي رؤية للحج وإن شاء الله هقول لك رؤية ليه. اتفضلي. زوجي حلم له خالة متوفية. فهو رايح البيت عندهم لقى أسوان زي معزة كده بره. ودخل البيت لقاه قاعده بتشوي سمك، فبتقول له هو كان هو واخويا اسمه عاطف، فاخويا كان قاعد بره فبتقول له خد سمك، قام قال لها لا يا ست احنا عندنا خال ربنا الحمد لله. هو في الحقيقه كان نايم زعلان من امر، يعني كان جايب فيه عريس لبنته وما كانش موافق عليه. نعم. وخلصت الحكايه على كده. خير ان شاء الله يا ام يوسف. خير ان شاء الله. في رؤيه تانية؟ ده ليه يعني دي؟ انا عايزه ليا انا رؤيه تانية لكن دي بتاع جوزي. تمام. اقول الرؤيه بتاعتي؟ اتفضلي اتفضلي. لا اتفضلي يا ام يوسف واسمعيني من التلفزيون بعد ما نستقبل كل احلامك ان شاء الله. ماشي حاضر. اتفضلي. انا كنت ماشيه في طريق لقيت بقى زي مظاهره كده، قمت انا رجعت، وانا راجعه لقيت واحده زميلتي اسمها نجيه خدتها ورجعت على ان احنا رايحين نعمل عمره، فجت على بيتي قمت طلعت لقيت نبيت الصبح عشان نسافر، قمت لقيت في اوضه نومي انا طلعت فوق لقيت سلفتي السلفه بتاعتي دي ما بتكلمنيش وبالشكل معاها على طول، وسبت لها البيت ومشيت من زمان وبنات بيت بعيد وماليش دعوه بقى خالص، لقيتها نايمه قدام السرير بس جنب الدولاب وعاطيه لظهرها والسرير ما باين نايم عليها بنتها اسمها هناء وبنت الثانيه اسمها سامي. انت دخلت هنا زي انت امال احنا هننام ازاي؟ يلا قوموا يلا اخرجوا. قاموا خرجوا من سكات ما اتكلمونيش ولا حاجه وطلعوا على شقه ابن فوق. انا استغربت دول دخلوا ازاي وجايين نايمين لي هنا. تمام. فقمت على كده بقى. خير ان شاء الله. في عمره قريبه ان شاء الله يا ام يوسف؟ يا رب يا دكتوره اسماء يا رب. ان شاء الله ربنا يقر عينك ويرزقك ان شاء الله العمره والحج باذن الله قريبا ان شاء الله. طيب لو سمحت في بس رؤيه لبنتي. اتفضلي. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا حبيبتي، انا حلمت ان انا عندي ماما في يعني في منطقه مامتي عند بيتها، وان انا واقفه كده ولقيت علبه زي علبه الحلويات اللي هي علبه حلويات ومتعلقه بالسير بتاعها وماشي من السما. هي العلبه ماشيه، وفي عندنا قدامنا كده ترعة صغيره عشان قدامنا ارض زراعي. فالمهم انا فضلت بس للعلبه وهي ماشيه نازله من السما بالشريط الهدايا الاحمر ده، وهي علبه بيضة. فضلت ماشيه وراها اقول ايه يا ترى دي بتاعت مين وراحه فين. جيت عند منطقه كده مؤاخذه يعني هو زي دوار بتحط فيه البهايم والحاجات دي قبل منه بشويه، وجيت العلبه قمت انا رحت قلت هروح اشوف دي بتاعت مين، ورجعت غيرت رايي ولفيت وشي وماشيه. ففجاه ببص ورايا لقيت العلبه وقعت على الارض. قلت اما اروح اجري اشوف العلبه دي بتاعت مين وراح عند مين، او يعني اشوف صاحبها واديها له. فلقيت العلبه اتفتحت ونزل منها بطيخه طويله كده اتكسرت، واناناس صغير واقع من العلبه، وطفلين صغيرين جيراننا اولاد جيراننا اتنين ولدين قعدوا اناولهم من البطيخه اللي اتكسرت وياكلوا. وبعدين قمت انا جمعت الاناناس الصغير السليم وقمت حطيته على ايدي ولفيت وشي وقلت قعدت ادور على اي حاجه تدل على العلبه دي بتاعت مين، ما وصلتش لحاجه، وشلت الاناناس على ايدي وقمت لفه وشي ومشيت على طول. في دعوه انت دايما ملتزمه ربنا سبحانه وتعالى بامر ان ياتيه لك، ما هو؟ ايوه يا دكتوره. ايوه يا ام يوسف. في حلم البنت الصغيره بس لو سمحت. طيب اتفضلي يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ مين معانا؟ نعم؟ مين؟ انا ام محمد. نعم؟ ام محمد. اهلا يا ام محمد. انا حلمت ان انا شفت، انا كنت ماشيه في طريق وشفت ثلاث بيضات. فمسكت بيضه لقيتها مفتوحه. ببص جواها لقيت فيها البطة، يعني البطة جواها صحية وقاعدة تتحرك. فقلت ايه ده، هي امهم سابتهم ومشيت. منتظرة حمل يا ام محمد؟ نعم. منتظرة حمل؟ كان جوزي مسافر. نعم، يعني هيرجع بعد قد ايه ان شاء الله؟ هو جه ومشى، الحلم ده كان قبل ما يجي. ان شاء الله خيرا باذن الله. اتفضلي يا ام محمد كملي. فجبت قلت اما اروح اجيب البطه علشان احطها عليه، علشان يعني البطه الصغيره دي ما تموتش. بس كده، بس في حلم تاني صغير. طيب اسالك يا ام محمد، بتربي بط فعلا؟ انا لا. طيب عند ماما البط ده. طيب خير ان شاء الله. شكرا ليكي يا ام يوسف. والبناتها الكريمات، نرجع تاني مع حضراتكم للرؤى عشان الوقت لا ينفذ مننا. نرجع لأختنا أم محمد، كنا انتهينا من الرد عليها. أمنا الكريمة ربنا يبارك فيها يا رب ويرزقها طولة العمر على طاعة الرحمن. صفاء، موضوع العبايات انت وصديقتك طالما رأيتي على مرتين فإن دي والله أعلى وأعلم أعتقد أنها بشارة بزواجك إن شاء الله انت والصديقة، وربما أن تسبقك الخطيبة أو الصديقة بالخطبة، يعني تتخطب قبل منك وانت تتزوجي قبل منها والله أعلى وأعلم. أما رغدة بتقول أنها متزوجة من 6 شهور. أعتقد يا رغدة من الرؤى اللي انت أوردتيها أن الزوج هو المسحور، وعليكم ان انتوا تلزموا برامج لرقية وما تيأسيش. بتقولي 6 شهور، لا اصبري وان شاء الله ربنا يجعل فيها خيرا لكم ان شاء الله، لا تتعجلي، هو خير لكم باذن الله. المنام الاول انت قلتي ان انا شفت وانا كنت فعلا في بيت اهلي وقتها او كنت زعلانه. التراب دليل على وجود مشكله ما بينك وبين زوجك في حياتك الزوجيه، وايضا اخوك ربما لديه مشاكل في حياته الزوجيه مع زوجته. يعني في الوقت ده كان في مشاكل في بيت اخوك وكان في مشاكل في بيتك انت. اما موضوع الثلاجه اللي فتحت اخذ منها وجدت فيها خضار، فانت ما شاء الله عندك من الخير وعندك من العطايا والنعم من عند الرحمن جل وعلا، اكثري من اخراج الصدقه يا رغده. عسى الله عز وجل ان يجعل ثوابك عليها الرزق في الذريه وزوال هذا الاذى عنكم ان شاء الله. اما والدتك كونها النهم شالت هذا الامر او انه مشي وصرف عنك وعن المكان اللي انت فيه، فده دليل ان شاء الله باذن الله تعالى يصرف عنكم هذا السحر باذن الله وتتشافوا منه. كون ان زوجك بيشوف
هذه الامور ويقوم مفزوع من النوم، ده دليل على ان يعني سبحان الله الامر اللي زوجك مصاب بيه، ودايما ما ينامش الا على ذكر واداب النوم عشان ما تعاودوش هذه. وطبعا الرقيه انصحك انت تتابعي مع احد المشايخ هنا على القناه، ان شاء الله حسابهم على خير، وان شاء الله يضع لك ولزوجك برنامج للرقيه. طبعا عندي ان انت بتقولي ان انا البنت او السكينه هنا برضو ده موضوع تاثير السحر عليكي، لكن بتقولي انا وقفت قدام اتيليه افراح وانك في فساتين، فاعتقد ان هو زوال هذا الامر عنكم ان شاء الله والشفاء منه تماما. احرصوا على الرقيه. تبقى معايا بعض الرؤى استسمح حضراتكم لان الوقت نفذ مني سبحان الله العظيم. بكره ان شاء الله اوعدكم ان انا ابدا بيها الحلقه باذن الرحمن، وسامحوني كل اللي انا ما ردتش على رؤاهم النهارده. نلتقي ان شاء الله بكره باذن الله اول حلقه الرد عليها. إن أصبت فيما قلت من توجيه أو نصيحة أو تعبير فمن عند الله عز وجل وحده لا شريك له، أسأله التوفيق والإخلاص في السر والعلم في القول والعمل، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ألقاكم على خير، أوصيكم ونفسي بذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.